اللي بيتفرجوا علينا على موقع اتفرج ومطبخ يو. مطبخ يو احنا دايما بنقول اساسيات الطبخ والغلطات اللي احنا ممكن نكون بنقع فيها في الطبخ، والنهارده هنقدم اكله من المطبخ المصري وهي بطاطس بالفراخ. بطاطس بالفراخ مليانه حاجات كتير جدا هنحكي عليها النهارده، ونقول الغلطات اللي احنا ممكن نكون بنقع فيها لما بنيجي نطبخ. مطبخ يو للي مالهمش فيها خالص. دلوقتي هنقول مكونات صينيه البطاطس بالفراخ اللي هي بتتكون من 3 حاجات: فراخ وبطاطس وبصل. هنحط البصل، بعديها البطاطس، ونكون مقطعينه كله حلقات، ونحط الفراخ. الفراخ دي ليها طريقة غسلة معينة كل الستات بتقع فيها. احنا هنكون غسلين الفراخ، نقعينها في مية وملح وفلفل اسود وخل لمدة 10 دقايق، وبعد كده نغسلها. هنحط كله على بعضه وملح، وفلفل، وممكن تحطي اي خضار انت عايزاه. انا بالنسبه لي هحط فلفل الوان، بيدي شكل حلو وبيدي طعم حلو في صينيه البطاطس. في طريقتين لتسويه صينيه البطاطس بالفراخ. اول طريقه ان احنا ممكن نحطها على النار تستوي، اول ما تستوي ونبقى عايزين الوش يحمر نحطها في الفرن لمده 10 دقائق. والطريقه الثانيه ان احنا ممكن نسوي صينيه البطاطس بالفراخ في الفرن، وهنشوف سويناها ازاي. وبعد ما سوينا صينيه البطاطس بالفراخ في الفرن، ده شكل الطبق. لكل الناس اللي بتعمل دايت ممكن تاكل جنبها سلطه، لان الفراخ و100 جرام من البطاطس اللي هو نشويات بيعمل 300 سعر حراري، فممكن ياكلوا جنبها طبق سلطه ودي تبقى وجبه متكامله. لكل الناس بقى اللي زي حالتي ما بتعملش دايت خالص ولا فكرت تعمله، تفشل جدا، ممكن تاكل جنبها رز او عيش عادي جدا، يعني مفيش اي مشكله. محتاجه اقول لكل الناس اللي بيتفرجوا علينا بالهنا والشفاء ومطرح ما يسري يمري. استنونا الحلقه الجايه في مطبخ يو. باي باي.